معانا واحد من اشهر الحقيقه محللي اداء الحالي هو بالنسبه للمنتخب الهولندي، واشتغل قبل كده طبعا مع مدربين كبار اخرهم تين هاج طبعا مدرب اياكس امستردام السابق ومدير فني ل مانشستر يونايتد الحالي، دينيس ديمز بيشرفنا في السادسه. بدايه طبعا بشكرك على مشاركتك معنا واهلا وسهلا بيك في السادسه. شكرا على الدعوه الكريمه وانا سعيد أنا سعيد وفخور بما أراه على الشاشة حاليا. دينيس خليني أبدأ معاك الحقيقة بجزئية تحليل أداء الخصم، يعني وخصوصا لما بتكون بتشتغل مع منتخبات ومنتخب كبير بحجم المنتخب الهولندي، تكلمني أكتر عن طبيعة الدور اللي أنت بتقوم بيه وكيفية أدائك ليه. نعم، تحليل الأداء مهم جدا. نعرف جميعا أن المدير الفني في كرة القدم هو مدير ولديه فريق كبير حوله، لاعبين وجهاز فني، فتطوير اللاعبين يرتكز على هذا الجهاز. وبالنسبة للفريق المنتخب الهولندي لديه 50 فرد في هذا الجهاز، لديهم الوقت ليطوروا هذا الفريق بشكل أمثل، فبالتالي عمل دينيس ديمرز يكون سهلا إذا كان هناك تكافل بين هؤلاء المحللين، يشاهد مباريات الخصم ويحللها بأساليب علمية، وننصح لاعبينا بما عليهم أن يفعلوا بشكل أفضل، ونرى الفرص المنافسة لخصمنا وكيف يفوز وكيف يؤدي واللاعبين المنافسين ومدى جودة هؤلاء اللاعبين. إذا كان المحلل أداء في منتخب في أي منتخب فعليه أن يبذل الكثير من المجهود، على سبيل المثال في الفيديو أو على أرضية الملعب، يساعد المدير الفني في وضع الخطط، وهذا دور مهم جدا في الجهاز الفني. احنا بنتكلم مثلا لو خدنا على سبيل المثال طبعا مشاركة منتخب هولندا في مونديال الأخير، ازاي اتعاملت مع الفرق المنافسة ليك في البطولة؟ هل بتتابعهم فقط على مستوى مشاركتهم مع منتخباتهم، يعني اتكلمنا مثلا على منتخب السنغال أو المنتخب القطري، ولا بيتخطى ده كمان لمتابعة أفراد المنتخب مع أنديتهم؟ نعم، هذا سؤال جيد جدا. كما تعرف في كأس العالم شارك العديد من اللاعبين من الكثير من الأندية، وكان علينا متابعة كل هذا. نعم، كان يجب علينا أن نتابع اللاعبين في دورياتهم في أندياتهم، هو كان هذا الدور الأهم، هو متابعة اللاعب مع فريقه، ولكن الأفضل من ذلك كان لدينا منتخب قوي، على سبيل المثال السنغال، كان علينا متابعة الفريق اللاعبين مع منتخباتهم، وعلى سبيل المثال في منتخب قطر كذلك، وكان يجب علينا أن نرى اللاعبين الذين يمتلكونهم. فدوري هو تحليل وأن أزور هؤلاء، أن أزور هذه الملاعب وأرى اللاعبين على الطبيعة، لأن هذا يختلف إذا كان الأمر على مستوى التحليل على مستوى الفيديو، ولكن يجب علي أن أذهب إلى المباريات بنفسي. بالطبع لدينا فريق كشافة جيد جدا في هولندا، منتخب هولندا، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك إلا إذا ذهبنا إلى أرضية الملعب. فأبرز الأشياء التي لدينا في هذا المنتخب هو هذا العامل. أنا لقد زرت حوالي 18 مباريات للفرق المنافسة ولمنتخب هولندا كذلك، لأستطيع أن أقف على مستوى اللاعبين من ملعب المباراة. من خلال دراستك للمنتخبات الثلاثة اللي واجهت المنتخب الهولندي في الدور التمهيدي أو في دور المجموعات، هل اتفقت فكرة قرايتك لقدرات كل فريق مع المستوى اللي ظهروا بيه أمام المنتخب الهولندي؟ One more time. Do I agree? Because the connection was not that good.
آسف ممكن تكرار السؤال لأن يعني الاتصال كان من خلال قرايتك وتحليلك للمنتخبات الثلاثة قبل مواجهة منتخب هولندا في كأس العالم، هل اتفقت مع مستويات الأداء اللي ظهروا بيها أمام المنتخب الهولندي؟ ولا كان في متغيرات أو في مستجدات يعني جديدة؟ نعم أنا أفهم الآن. أنا شاهدت المباريات وكنت أحاول أن أرى ماذا يقول المدير الفني للاعبيه في خلال هذه المباراة، وقد رأينا بالفعل نفس الشيء على مستوى أرضية الملعب. فهذه هي مهمة هذه الوظيفة، أن أتوقع وأن أفحص جيدا كل هذه النقاط المهمة. أعتقد أننا أبلينا جيدا، كان أمرا جيدا لنا، خصوصا التفاصيل التي ركزنا عليها أو النقاط الكبيرة التي ركزنا عليها، فأعتقد أننا أبلينا جيدا. معنى كده أن دورك مش بينتهي قبل المباراة، دورك مستمر حتى على مدار 90 دقيقة. نعم. أسألك على منتخب هولندا، لأن الحقيقة دايما، ويمكن مش بس النسخة دي، يمكن النسخة دي تكون أقلهم، لكن الحقيقة منتخب هولندا على مدار تاريخ طويل جدا، يعني ممتد يمكن أكتر من 60 أو 70 سنة، دايما بيكون من المنتخبات المرشحة، ودايما بيملك أسماء على أعلى مستوى قادرة على تحقيق اللقب. لكن السؤال هو متى تحقق هولندا لقب كأس العالم؟ أعتقد هذا سؤال جيد، ولكني في الحقيقة لا أعرف. نحن نعمل طوال الوقت، ولدينا الكثير من المواهب في هولندا، وأنا أتفق أننا كان لدينا أسماء كبيرة كما ذكرت، كانت تلعب في أكبر الأندية في العالم، ولكني أعتقد أن طريقتنا جيدة، نطور الفريق ليكون جاهزا لمجابهة أكبر الفرق كما فعلت الأرجنتين، وحاولنا أن نفوز، ولكن الآن لدينا مدير فني جديد، لا أعرف متى سنفوز بكأس العالم، لا أعرف. إذا كان لدينا فرصة جيدة فأعتقد إذا كنت أعرف فسيكون لدي الكثير من الأموال بالفعل. طب خليني أسألك كمشجع أو محب لكرة القدم، يعني بقينا بنشوف في كل حتة في العالم في أكبر الدوريات ومع أكبر المنتخبات فريق كبير جدا من المحللين المتخصصين في النواحي الفنية والنواحي البدنية والنواحي التكتيكية، تابلتس بتظهر طول أثناء المباريات بيتم فيها تقديم قياسات وأرقام وإحصائيات، لكن في الفترة الأخيرة ويمكن في السنوات الأخيرة بقت المهارة غايبة والمتعة يمكن مش كبيرة قوي في ملاعب كرة القدم، بقيناش بنشوف نجوم من العيار التقيل وبقت القوة والسرعة هي العامل الأهم، هل ده مرتبط بفكرة تحليل الأداء ولغة الأرقام اللي بقت عنصر مؤثر في لعبة كرة القدم؟ تريد أن تقول أنك تفتقد لهذه المهارة ولا تراها في مصر أو عموما؟ لا، في كل العالم، أتكلم على كل العالم. أعتقد أن يجب على الفرق والمنتخبات أن يكون لديها المعلومات الكافية الخاصة بجميع اللاعبين، ولا أتحدث فقط عن هولندا، ولكن حينما أتحدث عن هولندا فستجد أن كرة القدم تمارس في جميع أنحاء البلاد، لكن الآن في بعض المدن في هولندا يحبون أفضل لاعب كرة القدم على الكمبيوتر أو الفيديو جيمز، أو يحبون أكثر أن يقضوا أوقاتهم على الهواتف المحمولة. فأعتقد أن هذه المشكلة، أننا لا ننظر إلى التاريخ ولا نحاول أن نمارس كرة القدم ونلعب كرة القدم. إذا كان لدينا الإحصائيات اللازمة الخاصة باللاعبين، وإذا كان لدينا تاريخ إصابات مناسب، ونعرف ماذا يحل باللاعبين وما المناسب لكل لاعب، فأعتقد وكما يحدث في الدوري الإنجليزي
أعتقد أن لديهم مباراتين أو ثلاثة مباريات كل أسبوع أو أسبوعين، فهذا أمر صعب. فإذا كان لديك تحليل أداء مناسب في كل بلد، فأعتقد أن هذا مرتبط بالفعل. طيب، بمناسبة التكنولوجيا، النهاردة بقينا بنشوف في الملاعب وفي أثناء التدريب أجهزة إلكترونية وزي فاست بيلبسوا اللاعبين. توضح أكتر يعني للمشاهدين إيه هو الدور اللي بتقوم بيه الأجهزة دي، وإيه القياسات اللي أنتوا بتاخدوها أو القراءات اللي أنتوا بتاخدوها نتيجة توصيل الأجهزة دي، وقدرتها كمان على مساعدتكم في فكرة تطوير أداء اللعيبة والحد من إصاباتهم. نعم، هذا أمر يختلف قليلا عن دوري. أنا فقط عن فقط أتبع تحليل الأداء، وهذه الأجهزة التي تحدث عنها خاصة باللياقة، فأعتقد الأمر أعتقد أنها مفيدة جدا وتقيس مستوى وتقيس مدى جاهزية اللعبة البدنية. أعتقد أنها تساهم ليس فقط في المباراة، ولكن تساهم أيضا في التمرينات. طيب، وتحد من الإصابات بشكل جيد. أعتقد أن الأمر خاص بدوري، أن الأجهزة التي لدينا هي التي تقيس مثل الكاميرا الطائرة التي نحتاجها لمراقبة اللاعبين، لنتابع اللاعبين بشكل أفقي وبشكل رأسي، وأيضا الرسومات الخاصة بالمباريات وبأداء اللاعبين. دانيس، خليني أخدك لجزئية تانية عشان وقتي يهمني كمان أكلمك على واحد من النجوم المنتخب الهولندي اللي ظهروا بشكل كبير في بطولة كأس العالم الأخيرة. الكلام على كادي جاكبو اللي طبعا كان نجم من نجوم المنتخب الهولندي، وبعد المونديال انتقل مباشرة لواحد من أكبر الأندية ونادي ليفربول. من وجهة نظرك، تقييمك لأدائه مع ليفر، وهل ظهر بالشكل المتوقع ولا ما زال لم يعبر عن إمكانياته وقدراته بشكل كامل؟ هو لاعب رائع. أعتقد أن الأمر صعب بالنسبة له، لأن ليفربول يلعب بطريقة مختلفة، وهو لم يمارس هذه الطريقة العالية من اللعب من قبل. أعتقد الأمر يرتكز على الجانب البدني، كان يجب إعداده بدنيا جيدا، وأساليب اللعب المختلفة. أعتقد أن حماسة اللعب تختلف في الدوري الإنجليزي عما كان يتعود عليه في الدوري الهولندي. طيب، أنا سؤالي الأخير متعلق بنجوم الكرة الهولندية اللي ليهم عشاق وجماهير في كل مكان في العالم. هتقول لي بعد ما تسمع الأسماء دي مين من الجيل الحالي بيمثل الامتداد الطبيعي ليهم؟ يوهان كرويف، روت خوليت، دينيس بيركامب، شنايدر، أريال روبن. مين الاسم اللي بيمثل امتداد للأسماء دي في الكرة الهولندية؟ ممكن نزود باتريك كلايفرت كمان. كل هؤلاء الأسماء أسماء رائعة، أسماء استثنائية. أعتقد أن الوقت سيثبت لنا، سنظهر الكثير من المواهب. بالطبع مقارنة بالتاريخ، فلدينا الآن بعض التغيرات في كرة القدم الهولندية. أعتقد أن المقارنة صعبة. لدينا الكثير من المواهب في المنتخب الهولندي، ويلعبون في الدوري الهولندي أيضا، ولكن أكبر الأسماء تظل خارج هولندا للأسف، في إنجلترا، في إيطاليا، في ألمانيا، وتستطيع أن ترى ذلك. هذا يعقد الأمر كثيرا قليلا، ولكن سنرى. اشتغلت مع تين هاج المدير الفني الحالي السابق طبعا لأياكس والحالي لليونايتد، مشوار يعتبر إلى حد كبير مرضي لعشاق المان يونايتد في الفترة الحالية. هل تتوقع لتجربة تين هاج أنها ترجع مانشستر يونايتد لمكانته اللي كان عليها مع أليكس فيركسون؟ لا أعرف إذا كان سيعيد هذه الأمجاد، ولكن ما أعرفه بالنسبة لي، أعرف أنه يستطيع أن يفعل ذلك. هو مدير فني كبير، مدير فني رائع، يستطيع. هو آخر من يذهب إلى البيت بعد كل تمرين وبعد كل مباراة. أعتقد أنه يهتم كثيرا بالفريق. أعتقد أنه سيكون له المزيد من النجاح مع مانشستر يونايتد. دانيس ديمز، محلل أداء منتخب هولندا الحالي،
بشكرك شكرا جزيلا، كل التوفيق طبعا ليك مع المنتخب، وكل التوفيق المنتخب الهولندي الحقيقه واحد من المنتخبات اللي بعتقد انه مفيش حد يختلف انه بيقدم طول عمره كره ممتعه بصرف النظر عن الالقاب والبطولات، لكن يظل دايما منتخب عنده شخصيه ومنتخب عنده كره على اعلى مستوى.